كان اعتز بالتشريف الملكي وبالتكليف، كان اعتبرها مسؤولية جسيمة في ظرفية تاريخية، في ظرفية سياسية دقيقة. أنا سأعمل جاهدا أن أتعامل معها بكل مسؤولية، استحضارا لثوابت الوطن، لمصلحة الوطن، على قدر الجهد والاستطاعة. وسأبدأ المشاورات قريبا، منهجية المشاورات، من أين سنبدأ؟ ليست هناك أي فكرة نهائية الآن، بمجرد ما تتضح الصورة إن شاء الله سنضع الإخوة رجال الإعلام والصحافة في الصورة.